حي الله الحبايب، وياكم وسام جيمز، ومثل ما وعدكم دائما وياكم بكل شيء جديد، ملابس، تهكير، سيارات، كل شيء. حياكم الله ديسكورد تليجرام ولا اي مساعده تحتاجوها بعالم جراند. وصلتوا، ويلكم حبايبي. مقطعنا اليوم شلون نجيب ملابس المسعف، لان ملابس المسعف جدا مهمه للتهكير الملابس. طبعا مثل ما تشوفوا هنا عندك، هاي ملابس المسعف تحتاجها دائما بالتهكير الملابس اللي عندك. المهمه موجوده عندك باللينك، كل عليك بس تحمل المهمه قبل ما تدخل اللعبه، تضغط اوبشن، بعدين تروح جوب بلاي جوب، وبعدها تروح بوك مارك، بعد البوك مارك لاست مان ستاند، بعد اللاست مان ستاند تونل امبولانسر، هذا اسم المهمه. كل عليك هنا تضغط اوكي. ما عندك احد، حياك الله ديسكورد تليجرام، يساعدوك هواي ناس الاعضاء او الادمنيه. مثل ما تشوف هنا كله كونفورم، وابدي المهمه. بعد ما صاحبك يجون عليك تضغط ردي. هنا اول ما تبدي المهمه راح يغير ملابسك الى ملابس المسعف. لاحظ جتك ملابس المسعف، هنا لازم يكون عندك كفوف الايد او اي سماعه، اي شيء تريد انت تقدر تغير، بس انا انصحك دائما بكف الايد هو احسن شيء، لان تقدر تغيره اي وقت يعجبك. فهنا بعد ما تغير الكف مال الايد تنتظر شويه ثانيه واحده بعد ما يحمل، وتقول له صاحبك اطلع من المهمه. بعد ما صاحبك يطلع من المهمه راح ينزلنا بسيرفر عام. لاحظ شنو راح نسوي. بعد ما رسبني اتجهت مباشرة الى محل الملابس، اخزن اللبسة بسلوت من اللبسات اللي عندي، وتقدر تسميها الاسم انت اللي تريده حتى دائما تلقى اللبسة سريع. تلاحظ هسه الملابس عندي جاهزة 100%، واقدر ادمج عليها اي ملابس تعجبني. حياكم الله ديسكورد تليجرام، ولا اي مساعدة تحتاجه بعالم جراند، ومثل ما تعرفون بثوثنا باليوتيوب تجمع لا يصل كل سيارات المهكرة، وبيس فور لاف، ومع السلامة.